شاشة للطيران. أهلا ومرحبا بكم، حرصاً على راحتكم وسلامتكم وسلامة طاقم الطائرة والإنسانية عموماً. نرجو الانتباه للتعليمات التالية. أولاً، لكل ركب مقعد مخصص للجلوس، وهو نفس المقعد يا سبحان الله الذي يحمل نفس الرقم الموجود على تذكرة الصعود للطائرة. لذلك فإن أي محاولة للصعود بدري أو زائر آخرين للجلوس في الصف الأمامي أو جنب الشباك ستكون غير مجدية وهيبقى شكلك وحش قوي. في حالة رغبتك في تبديل المقعد مع راكب آخر، رجاء إجراء هذه المفاوضات بعد إقلاع الطائرة وبدون طلب تدخل من طاقم الضيافة. انتوا كبار تفهموا مع بعض، احنا مالناش دعوة. ثانياً، يوجد أسفل المقعد سترة نجاة وقناع للتنفس، ليست هدية من الشركة لاستخدامها على البحر في المصيف. كذلك البطانيات بتاعتنا، مش تلفي بها الوادي وتاخديها وتقفي تتخاني بقى على باب الطيارة. عيب والله، احنا في الجو لازم نرتقي. القاع ازدحم. ثالثاً، بالنسبة لركاب الذين يسحبون معهم أطفال، مبدئياً ربنا يخلي سيادتكم، في حالة استمرار بكاء الطفل أكثر من نصف ساعة متواصلة نشوف هو عايز إيه ونديهوله، ما حبكش بقى إيه نربي العيال على ارتفاع 10,000 قدم عن سطح البحر. وقادة عامة للمسافرين بصحبة أطفال يفضل السفر بالباخرة أو القطار أو أي وسيلة يمكن القفز منها. رابعاً، أي محاولة لفتح أي من الأبواب الثمانية على جانبي الطائرة باعتبار إن شكله كده باب الحمام سيؤدي إلى سقوط الطائرة فنموت. كذلك فإن سؤال أي فرد من طاقم الطائرة هو الجدع اللي جوه الحمام ده بيعمل إيه كل ده؟ هو سؤال عبثي لأننا فعلاً ما نعرفش هو متأخر ليه وما نحبش نعرف. خامساً، اختيارات الطعام داخل الطائرة محدودة، بيف أو تشيكن. فلما حضرتك تتسأل لحمة أو فراخ ما تسألنيش لو في سمك، وما تسألش فراخ أحسن ولا اللحمة عشان على فكرة كلهم طعمهم سمك، وما تسألش المضيفة أنت بتحبي إيه أكتر عشان ده يعتبر تحرش. أيضاً ما عندناش غير شوك ومعلق بلاستيك لأن لما حطينا أدوات أكل معدنية كانت بتتقلب برضه حتى ما علق شيء. سادساً، بالنسبة للمأكولات الشخصية المحمولة في الحقائب على الطائرة كالفسيخ والمش، يرجى عدم إخراجها نهائياً داخل الطائرة لأن الأكسجين الموجود يكفي للتنفس فقط. سابعاً، عند تعرض الطائرة لمطب هوائي نرجو عدم توجيه الإهانة والسباب للطيار عشان شكله سواء أعمى أو سرحان أو أكل المطب بغشومية. المطبات الهوائية لا ترى بالعين المجردة، وكون إن اسمها مطبات دي مجرد صدفة على فكرة. كذلك نرجو عدم المبالغة في إطلاق الزغاريت عند هبوط الطائرة بسلاسة وأمان. وفي النهاية، طاقم الضيافة الموجود على الطائرة هو في خدمتكم دائماً، لكن ده مش معناه إننا خدامين عندكم على فكرة. فاللي عايز حاجة يطلبها بأدب، واللي بيفكر يطلب حاجة فكرة هو عايزها فعلاً ولا جاي يتسلى. احنا ولاد ناس قوي وبنقبض احسن منكم كلكم. نرجو الالتزام بالتعليمات وشكرا لاختياركم للخطوط. Thank you.